والآن مع اللحظة التي ينتظرها الجميع، سيداتي سادتي، لنرحب بمنتخبي الأردن والسعودية. And now, the moment we are all waiting for. Ladies and gentlemen, let's welcome the national teams of Jordan and Saudi Arabia. سيداتي سادتي، يرجى الوقوف عند القدرة لعزف السلام الملك الأردني. Ladies and gentlemen, please stand when you are able to for the national anthem of Jordan. And now the national anthem of Saudi Arabia. بكل خير، أهلا ومرحبا بكم من المملكة العربية السعودية، المنطقة الشرقية، ملعب نادي الفتح، النموذجي، وسط المبرز، الأحساء، محافظة الأحساء، واحة النقيل والعاصمة السياحية، بطولة غرب اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة، هنا من ملعب نادي الفتح الذي يحتضن هذه المواجهة، منتخبنا السعودي الوطني أمام المنتخب الأردني الشقيق في ثاني مواجهات هذه الليلة هنا في الأحساء وفي الفتح تحديداً في هذا الملعب. الأستاذ الذي يتسع 11,000 متفرج والذي افتتح قبل ما يقارب 4 أشهر والذي خاض فيه منتخبنا الوطني الأول أول مبارياته أمام منتخب باكستان المؤهل لكأس العالم والتي كسبها المنتخب كأول اختبار لهذا الملعب. اليوم الأخضر الشاب، الأخضر الناشئ، أسميه كما تسميه، أمام في مباراة صعبة أمام المنتخب الأردني. أتحدث عن عبد الهادي أرويلي، حكم دولي القطري صاحب 30 سنة ومساعد أول جمعة البورشيد
الدول الآخر القطري والدول من عام 2013، فيما سيكون الحكم الثالث كرار عبد الكريم ابن بابل العراق الدولي الآخر، وهناك الحكم الرابع أحمد كاظم العراقي الآخر، ويقيم الحكام الدولي السابق خليل جلال من المملكة العربية السعودية. بالتوفيق لطاقم التحكيم اليوم، الأخضر السعودي أسامة المرمشي 21، سالم جيدي 12، صالح برناوي 6، مبارك الراجح 4، عبد العزيز الفرج 14. هذا رباعي الدفاع. في وسط الملعب يونس الشنقيطي 7، مصعب الجوير قائد المنتخب 10، عبد الكريم دارسي 23، صهيب الزيد 18، مروان الصحفي 17، ومشاري النمر 9. يقف البرازيلي ماركوس سويريز خلف هذه التشكيلة. أما المنتخب الأردني بشعاره الأبيض والمخطط بالأرقام الحمراء، أنطوني عوض 22، محمد أبو النادي 3، ودانيال عفاتة 4، عرفات الحاج 5، مهند أبو طه 6، ووسيم الريال 10، عمر صلاح 13، عامر جاموس 9، وفي خط الوسط عارف الحاج 18، وسيف درويش 14، باكر كلبونة 21. يقف الوطني عبد الله أبو زمع خلف هذه التشكيلة، وسط حضور جماهيري أكثر من رائع. بانتظار صافرة حكام المباراة وحكم المباراة لتنطلق هذه المواجهة. الأخضر السعودي على يمين مشاهدينا متابعينا في الشاشات، بينما هنا المنتخب الأردني على يمين المشاهدين. وبالمناسبة اليوم نلعب اللقاء رقم 9 في تاريخ لقاءات المنتخبين على مستوى الفئة الأولمبي. 8 مواجهات ماضية، أول لقاء 1991. كرة أمامية الآن تتخلص في وسط الملعب، وسيم تعود من جديد إلى أنطوني عوض، أنطون عوض للخلف لأنطون، خلص كرة أمامية وبالرأس على طول من عبد العزيز الفرج إلى خارج الملعب. رمية تماس تتحدث اليوم بكل أمانة. خليني أعطيك معلومة. اليوم أنت تتكلم عن منتخب، أتحدث عن المنتخب، تتكلم عن 21 عام اليوم الموجودين عن تاريخ، يعني سن 21 عام. البطولة بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة، 2024 المنتخب يلعب في الأحساء اللي تم استحداثه مؤخراً للمشاركة في البطولة ليصبح من أصغر المنتخبات مشاركة. اليوم منتخبنا أصغر المنتخبات مشاركة، اليوم تم استحداثه في هذه الفترة ليشارك في هذه البطولة. يقود المدرب البرازيلي ماركوس سواريز، وهو الذي شارك في دورة الألعاب العربية في الجزائر يوليو الماضي إذا تتذكرونها بهذا المنتخب. 19 عام استطاع أن يحقق الميدالية الذهبية بلاعبين أصغر عمراً في تلك البطولة. كل المنتخبات شاركت، منتخبنا هو أصغر عمر. وأيضاً هنا اليوم سعد الشهري عينه على هذه المباراة وعينه على هذه العناصر للاستفادة قبل بطولة كأس آسيا تحت 23 عام في إبريل، منتصف إبريل المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 في قطر. بالتوفيق إن شاء الله. استمرارية اللعب، كرة الآن لمنتخب السعودية على الجهة اليسرى، محاولة الآن، مرور، يحاول، ينجح، وداخل منطقة الجزاء، وتتخلص مروان الصحفي إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. هذا مروان الصحفي لاعب نادي الاتحاد جدة، يمثل الفريق الأول في دوري روشن المحترفين، هو اليوم يمثل الأخضر، لا صوت على صوت الأخضر اليوم، لكن الأمور أتحدث عن هذا اللاعب الشاب، وسأتطرق لكل لاعب. بالتالي الكرة الآن للمنتخب الأردني في وسط الملعب، سيف درويش نقلة أمامية الآن تتخلص على طول من صالح برناوي إلى وسط الملعب، 23 عبد الكريم دارسي للخلف، مصعب الجوير
لاعب نادي الشباب الفريق الأول المشارك في دوري روشن، هذا مصعب صاحب القميص رقم 10. كرة للخلف الآن تصل لصالح برناوي، صالح اللي حل اليوم بديلاً لأخيه محمد، بالسلامة أبرز الغائبين اليوم محمد برناوي، لكن صالح يحل بديلاً. الأخو وقت الشدة، الإخوان مع بعض اليوم، نتمنى السلامة إن شاء الله لمحمد والعودة سريعاً. بسيطة، إصابته بسيطة يوم أمس في التمرين، لكن اليوم صالح هو البديل. سالم الجيدي لاعب نادي الفتح، محاولة الآن إلى المنتخب الأردني لكنها تتخلص، تعود في وسط الملعب الآن لصالح المنتخب السعودي، تخلص إلى سالم وإلى خارج الملعب. سالم الجيدي أيضا هو لاعب نادي الفتح مشارك مع الفريق الأول في دوري روشن. صالح كرة الآن تصل إلى سالم، سالم خلاص، تعود من جديد إلى وسط الملعب للمنتخب الأردني، إلى دانيال على جهة اليسرى لمهند أبو طه. مهند يعمل لدوران، مهند تدخل على طول من عارف الحاج، تعود من جديد إلى النمر، محاولة ما سيطر عليها مشاري، تعود من جديد للخلف إلى مهند، أمامية طويلة رأسية تتخلص من برناوي. صالح إلى مصعب لجوير، مصعب لجوير في وسط الملعب، مصعب يعود من جديد، عبد العزيز الفرج، كرة إلى مشاري النمر، استمرارية اللعب بقرار من الدولي القطري، لا زالت الكرة أمامية الآن تتخلص، تعود إلى مصعب من جديد في وسط الملعب، يبدأ التحضير، نقلة الآن إلى عبد الكريم دارسي، لكن الكرة إلى خارج الملعب، رمية تماس. أبعطيك إحصائية، 8 مواجهات جمعت المنتخبين على مستوى المنتخب الأولمبي. أول لقاء 1991، 5 لقاءات للمنتخب السعودي مقابل لقاءين للمنتخب الأردني، وهناك لقاء وحيد انتهى بالتعادل. كرة الآن محاولة لصالح المنتخب الأردني وخروج موفق من أسامة المرمش. أسامة على جهة اليسرى إلى سالم، عودة من جديد، مصعب نقلة على جهة اليمنى، عبد العزيز الفرج ما سيطر عبد العزيز وإلى خارج الملعب، رمية تماس. تحدثنا بأن منتخبنا السعودي اليوم أصغر لاعبين في هذه المسابقة، أصغر منتخب يحضر اليوم منتخب مستحدث، وبالتالي أعمارهم 19 سنة، والأمور تبدو على ما يرام، الأمور تبدو على ما يرام حتى الآن. كرة لصالح المنتخب الأردني، محمد أبو النادي، نقلة الآن داخل منطقة الجزاء للمنتخب الأردني وإلى خارج الملعب من أمام مهند أبو طه، إلى خارج الملعب من أمام مهند أبو طه. هذا مهند في الجهة اليسرى لاعب يجيد النزعة الهجومية، لكن التدخل هنا أتى من صالح برناوي، ركلة مرمى. الاستاد ملعب نادي الفتح نموذجي وسط المبرز، الملعب اللي يتسع ل 11,000 متفرج تقريبا، افتتح في اول مباراه له امام منتخبنا الوطني امام منتخب باكستان تصفيات المؤهله لكاس العالم، بطاقه صفراء، اول كرت اصفر لعشرة وسيم الريالات، وسيم يتحصل على البطاقه الصفراء. شوف بطاقه صفراء، بطاقة صفراء، بالسلامة إن شاء الله، بطاقة صفراء. شوف من الدولي القطري عبد الهادي الرويلي مع الدقيقة 7، كرة الآن إلى خارج الملعب،
رمية تماس سالم رمية التماس للأخضر تنفذ الآن إلى النمر محاولة مشاري النمر لاعب النصر السعودي والذي يشارك مع الفريق الأول في دوري روشة. يعني شوف هذه إن شاء الله النواة التي بإذن الله تقود المسيرة نحو المنتخب السعودي الأول الفريق الأول والمنتخب الأول لتواصل سلسلة كرة الآن داخل منطقة الجزاء لكنها بعيدة لتواصل الاستحقاقات الدولية والأسوية وإلى أبعد من ذلك بأن تكون الأمور والنتائج ومواصلة التطلعات والرؤية التي يسعى من خلالها هنا المسؤولين في المملكة العربية السعودية لمواصلة رؤية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. كرة له للخلف. يعني أنا لما أتحدث تتكلم عن 4-5 لاعبين اليوم تحت سن 19 يشاركون المنتخب يلعبون مع أنديتهم في دوري روشن للمحترفين. أتحدث لك خطأ الآن لصالح المنتخب، أتحدث عن مصعب الجوير في الشباب، مروان الصحفي في الاتحاد، أسامة المرمشي في الاتحاد، وسالم الجيدي في الفتح، ومشاري النمر في النصر، وبالتالي فإن الأمور أضف إلى هناك اثنين على دكة البدلاء، لاعب القيصومة سليمان هزازي في دوري يلو، ويزيد هجوشان في النادي الفيصلي. إلى خارج الملعب. رمية تماس. عبد العزيز الفرج تنفذ الآن مصعب استمرارية اللعب صافرة وخطأ خطأ لصالح المنتخب الأردني وتحديدا عند عارف الحاج شوف لم يكن فيها شيء ما صفر فيها وبالتالي الخطأ الآن لصالح المنتخب الأردني وتحديدا عند اللاعب عمر صلاح كرة الآن للخلف دانيال عفانة كرة أمامية للخلف مقطوعة الآن تبدأ إلى قاسم مشاري النمر الآن يحاول دخل منطقة الجزاء وإلى خارج الملعب ركلة زاوية إلى خارج الملعب ركلة زاوية أولى للمنتخب السعودي إلى ركلة زاوية الآن لصالح المنتخب السعودي على يسار أنطون عوف على يسار أنطون عوف جماهير حاضرة اليوم تؤازر تشجع كلها باللون الأخضر اختفت الألوان ما عدا اللون الأخضر ركلة الزاوية الآن والرأسية لكنها تبعد تعود مرتدة الآن لصالح المنتخب الأردني عارف وإلى خارج الملعب إلى خارج الملعب رمية تماس السعودية والأردن 0-0 المنتخب الأردني ليس بذلك المنتخب السهل إطلاقا 11 دقيقة رايح أعطيك معلومة تواجه الفريقان في النهائي 2021 على نهائي هذه البطولة غرب آسيا تحت 23 سنة في الدمام استاد الأمير محمد بن فهد كسب الأردن آنذاك المباراة 3-1 يزيد النعيمات ويوسف أبو جزار ومحمد عبد المطلب فيما سجل للمنتخب السعودي خالد القناة يعني المنتخب الأردني هو من تحصل على نهائي هذه النسخة في 2021 ركلة زاوية الآن تنفذ على طول إلى المنتخب الأردني نقلة تتخلص تصل لا زالت المنتخب الأردني فيها خطورة داخل منطقة الجزاء وعلى طول أسامة بقبضة الإيد تتخلص تسديدة من وسيم الريالات لكنها تتخلص بشكل رائع من حارس المنتخب أسامة وخروج وخاطئة وخروج لكنها هنا رايح
هنا راية وتسلم، هنا راية وتسلم. راية وتسلل، استنى في اللعب صالح، برناوي للخلف أسامة، المرمش إلى سالم، نقلة خلص، تعود المنتخب الأردني على جهة اليسرى الآن. نعم الفردوة هنا أسامة تتخلص، وعلى طول من مهند إلى خارج الملعب، خلصت من صالح برناوي وإلى خارج الملعب ركلة زاوية. ثاني ركلات الزاوية للمنتخب الأردني في شوط المباراة الأول. شوف أسامة خلص إلى خارج الملعب، جانب من الجماهير بكل تأكيد الأردنية واضحة تماما من الملامح. ركلة الزاوية خلص الآن، تعود من جديد، نقلة داخل منطقة الجزاء، برناوي بالرأس وتتسدد لكنها تتخلص من أمامه، سيف درويش، تعود من جديد إلى حارس المرمى، عودة إلى أنطون عوض، هناك عرفات الحاج على جهة اليمنى. المنتخب الأردني بدأ الآن في محاولة باتجاه داخل منطقة الجزاء، وخروج موفق من حارس المرمى لكنها تبلت وتتخلص، لا زالت فيها خطورة، فيها خطورة الكرة الآن، وعلى طول تتخلص من عبد العزيز الفرج، عبد العزيز الفرج خلصها، خلصها كرة فيها خطورة من بكر كلبونة، لكن أيضا التغطية الدفاعية كانت حاضرة. بدأ المنتخب الأردني يظهر بشخصيته داخل أرضية الملعب، بدأت الأمور أكثر جرأة لدى المنتخب الأردني. برناوي، مصعب إلى برناوي، صالح يتقدم، صالح على جهة اليمنى، تمريرة إلى عبد الكريم دارسي، عبد الكريم إلى الفرج، إلى النمر، إلى عبد الكريم، إلى صهيب، نقلة إلى اليسار، مروان، يلا يا الصحفي مروان، محاولة، يا سلام كرة لكنها تتخلص بشكل رائع من دانيال عفانة، تعود إلى المنتخب، إلى السعودي، إلى خاطئة الآن، خاطئة يا مصعب، يا مصعب، انفراد الآن، مراد وجول أول، هدف أول للمنتخب الأردني عن طريق اللاعب بكر كلبونة صاحب القميص 21، يسجل الهدف الأول وسط أيضا خطأ كان هناك من لاعب المنتخب مصعب لجويه. 1-0 هدف للمنتخب الأردني مع دقيقة 16، هدف للمنتخب الأردني مع الدقيقة 16 من زمن شوط المباراة الأول بخطأ، شوف هنا من مصعب الجوير، وبالتالي الهدف الأول للمنتخب الأردني. شوف 1-0 على يمين أسامة، على يمين أسامة بكر كلبونة، بكر كلبونة يسجل الهدف الأول، نقلة الآن إلى الدارسي سهلة، نقلة إلى الدارسي وسهلة، هنا الفرحة الأردنية والمدرج، الفرحة في المدرج الأردني أيضا. للخلف كرة أمامية، خلص للخلف فيصل، عمر برناوي إلى فيصل دارسي، تغيير جهة اللعب لكنها خاطئة الآن، يحتاج لاعبون إلى تركيز شوية، استمرارية اللعب، المنتخب الأردني عن طريق الجهة اليسرى الآن واليمنى في محاولة داخل منطقة الجزاء، برناوي خلص، تعود من جديد، We'll be right back.
الخطا. تنفذ الان فيصل الدارسي، يتقدم عبد الكريم وصافره، خطا لصالح الدارسي عبد الكريم، خطا للمنتخب السعودي. تنفذ صالح برناوي، مبارك الراجح إلى سالم النجدي إلى خارج الملعب، رمية تماس للمنتخب الأردني، متقدم بهدف عامر جاموس، رمية التماس تعود من جديد طويلة أقرب لحارس المرمى أسامة. صالح برناوي اللي هناك، مبارك الراجح إلى صالح، يونس الشنقيطي، أمامية طويلة من يونس، سهلة تصل إلى أنطون عوض، سهلة لأنطون عوض، طويلة من أنطون، تمر تصل إلى سالم النجدي، كرة في منتصف الملعب، تغيير جهة اللعب إلى عبد العزيز، عبد العزيز الفرج يحاول استحواذ، عودة للخلف لأسامة، الأمور تتخلص من أسامة، أمامية إلى نمر، عودة، أين أنت يا نمر؟ إلى مو صهيب، تتخلص من صهيب، تعود إلى الأردني، المنتخب في وسط الملعب، مهند، دوران، عودة، لكن الدارسي يتدخل، واستمرارية اللعب، وهنا صافرة وخطأ، هنا صافرة وخطأ، قادرون على العودة بكل تأكيد. هذا الدارسي عبد الكريم، نقل الآن، خلص من جديد إلى بكر صاحب الهدف الوحيد، إلى صهيب، نقل إلى دارسي عبد الكريم، دارسي كرة تتخلص لدانيال على جهة اليمنى، عرفات الحاج في وسط الملعب، عمر صلاح هنا في اليسار، عارف الحاج، عارف يتحرك، عارف يتقدم، عارف يسيطر، عارف هي نفس عارف، تسديدة وإلى خارج الملعب، تسديدة وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لصالح المنتخبنا السعودي. شوف هذه المحاولة وإلى خارج الملعب، كرة الآن في منتصف الملعب، محاولة لسالم النجدي للخلف في منتصف الملعب، مصعب لجوير، مصعب إلى سالم، إلى مصعب لجوير، مصعب من جديد في منتصف الملعب إلى صهيب، زيد إلى صهيب من جديد، أعتقد العمق لن يجدي نفعا، ربما لن يكون يعني ممكن اللعب على الأطراف شوية، لأن وسط التكتل المنتخب الأردني في العمق، بالتالي قد يجد صعوبة. الأخضر الشاب، كرة الآن إلى مروان، مروان الصحفي، محاولة الآن إلى صهيب، تدخل، استمرارية لعب الآن، كرة مرتدة في الجهة الأخرى للمنتخب الأردني، للخلف من عارف الحاج، لصالح مهند، دانيال، طويلة من دانيال،
عبد العزيز الفرج، وكرة الآن لجهة اليمنى المنتخب الأردني في الجهة اليسرى، عودة من سيف درويش اللي انتقل من اليمين إلى اليسار، تتهيأ الآن محاولة للمنتخب الأردني لكنها تتخلص إلى مصعب جوير. الآن صهيب نقلة هناك إلى سالم النجدي، بدأ الآن التقدم من سالم على الجهة اليسرى، سالم إلى جوير، الجوير نقلة لكنها تتخلص رأسية وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. داخلين على الدقيقة 24، كرة الآن إلى صهيب، صحفي مروان إلى صهيب، هيا نفسه، استمرارية لعب القطري الدولي الرويلي، كرة الآن ربما فيها خطورة، محاولة الآن للمنتخب الأردني، يحاول راية وتسلل، هنا راية وتسلل، راية المساعد الثاني كرار عبد الكريم العراقي، الدولي العراقي كرار عبد الكريم، شوف راية سليمة وصحيحة، لكن الحذر من الاندفاع. حاول الآن للفرج عبد العزيز، نقل الآن إلى الدارسي وإلى خارج الملعب، جانب الجماهير التي تمني النفس وإن شاء الله لا تخرج من هذا الملعب إلا وهي فرحانة. وقع على الأرض حارس المنتخب الأردني انطون عوض، وقع على الأرض، تحدث بأن اليوم يشارك منتخبنا الوطني تحت 21 عام في هذه البطولة، بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة، 2024 في الأحساء، المنتخب الذي تم استحداثه مؤخرا للمشاركة في البطولة ليصبح من أصغر المنتخبات المشاركة. يشرف على المنتخب الوطني المدرب البرازيلي ماركوس سواريز، وبالمناسبة هو الذي شارك في دورة الألعاب العربية في الجزائر يوليو الماضي بهذا المنتخب، واستطاع أن يحقق الميدالية الذهبية بلاعبين أصغر عمرا من جميع المنتخبات المشاركة آنذاك، حيث جميع المنتخبات شاركت بأعمار أكبر. هذه الفرحة الأردنية، ويتابع المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عام الوطني سعد الشهري لاعبين هذه المنتخب في هذه البطولة اللي استفاد من العناصر المميزة قبل بطولة كأس آسيا تحت 23 عام في منتصف إبريل المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. بالتوفيق إن شاء الله. كرة له مهند أبو طه، عدت إلى خارج الملعب، رمية تماس عبد العزيز الفرد، هذا عبد الله أبو زم مدرب المنتخب الأردني الوطني، المدرب الوطني للمنتخب الأردني. هناك أيضا من ضمن الطاقم الفني شادي أبو هشاش، اللاعب السابق في نادي الفتح، هنا أيضا الجهاز الفني لمنتخبنا السعودي. كرة الآن دارسي تتخلص وإلى خارج الملعب،
إلى خارج الملعب ركلة زاوية، أول ركلات الزاوية للأخضر في هذه المواجهة. على يسار أنطون عوض، على يسار أنطون عوض، ركلة زاوية الآن للأخضر على التنفيذ. صهيب، صهيب الزين ينفذ وبالرأس تتخلص، لا زالت فيها خطورة رأسية جميلة لكنها تخلصت على طول من قبل المدافعين. تعود الآن إلى مروان الصحفي، مروان للخلف إلى الجوير إلى مصعب، مصعب لا صعب على مصعب، إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. كرة الآن إلى صالح برناوي، تقدم صالح خاطئة، تحدث بأن العمق يشكل خطورة تماما، صعوبة على وصول الكرة وتشكل خطورة على مرمى المنتخب الأردني، وفي حال انقطاع الكرة فإنها تشكل خطورة في الارتداد في الكرات المرتدة على المنتخب السعودي. رمية تماس تنفذ، كريم عبد الكريم داسي إلى مصعب، مصعب إلى سالم النجدي على اليسار، سالم مروان، مروان حاول المرور، العودة من جديد إلى مبارك الراجح، مصعب في وسط الملعب، صافرة وخطأ، صافرة وخطأ لصالح يونس شنقيطي. خطأ لصالح الأخضر، نقل الآن إلى عبد الكريم دارسي على جهة اليمنى، هي كرة داخل منطقة الجزاء لكنها تتخلص، تعود من جديد الآن برناوي، صافرة وخطأ، صافرة وخطأ. خطأ، تنفذ الآن مخالفة، مبارك للخلف، أسامة اللي بدأ أكثر راحة نوعا ما في الدقائق الماضية، مبارك إلى مصعب، إلى صهيب، مقطوعة مرتدة الآن، كلبونة، حذاري، حذاري من بكر، حذاري من الكرات المرتدة، حذاري من الكرات المرتدة، الكرات الخاطئة تشكل ارتداد بكل تأكيد، تشكل خطورة. كرة له، نقلة، محاولة، كرة له لصالح يونس، خاطئة واضح تماما، ليس عذرا بأن الأمور، لكنه واضح فارق العمر بين لاعبين منتخبنا ولاعبين المنتخب الأردني تماما. أيضا استحواذ وسط الأردن على منطقة المناورة في وسط الملعب لها تأثير واضح، أفضلية اللي سجل منها مسيطرين على منطقة المناورة وسط الملعب، في أفضلية للمنتخب الأردني. رمية تماس، مهند أبطى للخلف، كرة الآن، خلص، حاول مروان الصحفي، خلصها إلى عبد العزيز الفرج، يبدأ الآن يبحث، يعود للخلف إلى مصعب الجوير، نقلة لكنها طويلة، أقرب لي أنطون عوض، كرة له، خلص مرور، صافرة وخلص.
لقد تأتي البطاقة الصفراء، بطاقة صفراء ليونس الشنقيطي، البطاقة الصفراء الثانية الأولى من نصيب المنتخب الأردني. شوف التدخل هنا، السلامة لوسيم الريالات، وسيم لا زالت الجماهير تؤازر ولا زالت الأمور حتى الآن رغم تأخر منتخبنا بهدف لأن الأمور جيدة، تحتاج شوية تركيز. محاولة الآن على جهة اليسرى منتخب الأردني، نقلة برناوي خلصها إلى كريم عبد الكريم دارسي وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. رمية التماس مهند أبو طه، منطلق الهجمات للمنتخب الأردني في الجهة اليسرى اللي يشكل خطورة. تنفذ الآن إلى خارج الملعب، رمية التماس مرة أخرى. طبعا المنتخبات المشاركة، محاولة الآن النمر مشاري خلص، مروان إلى يونس إلى صهيب الراجح سالم النجدي بكثافة وبالتالي في صعوبة ربما. نعم كرة، أضف إلى ذلك بعض الكرات الخاطئة والتمريرات الخاطئة والتي جاء منها هدف الأردن الوحيد حتى الآن. كرة له إلى يونس، مصعب نقلة إلى عبد العزيز الفرج يأخذ الكرة لكنها إلى خارج الملعب في الوقت المناسب وإلى خارج الملعب. رمية التماس منتخبنا، عبد العزيز الفرج تنفذ الآن إلى صهيب، محاولة زين وإلى خارج الملعب، ركلة زاوية إلى خارج الملعب، ركلة زاوية لصالح الأخضر الشاب. لكنها ركلة زاوية ثانية الآن، مصعب الجوير على تنفيذ ركلة الزاوية، تنفذ رأسية برناوي، خروج على دفعتين من حارس المرمى، خروج على دفعتين من انطون عوض، انطون كرة الآن لعرفات الحاج، مرور من عرفات يحاول خلص، تعود من جديد للخلف، تصل لصالح محمد إلى مهند، نقلة طويلة، تمريرة الآن في وسط الملعب تعود إلى يونس الشنقيطي إلى مصعب، خاطئة للمنتخب الأردني، وبرناوي بالرأس، عبد العزيز فرج، عبد العزيز الفرج حاول الآن إلى صهيب، يعمل له دوران صهيب، يبحث عن من؟ عن عبد الكريم دارسي، لا زالت هنا محاولة الآن إلى الفرج، عبد العزيز يحاول وإلى خارج الملعب، رمية التماس إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، رمية التماس للمنتخب الأردني،
نبدأ من جديد. كرة للجهة اليمنى عرفات، نقلة الآن سهلة، تصل صالح برناوي، خلص إلى النمر مشاري، يبدأ الآن مرتدة، مصعب، مرور، صافرة وخطأ، صافرة وخطأ لصالح مصعب الجوير وللمنتخب السعودي. الآن خطأ لصالح الأخضر الشاب السعودي، وبالتالي شوف الجوير والتعثر هنا والتدخل تحديدا من سيف درويش في الكرة الماضية. خطأ لصالح الأخضر، متأخرين بهدف حتى الآن، توجيهات تستمر، آخر ست دقائق من زمن شوط المباراة الأول. مصعب الجوير الكابتن والقائد في مباراة اليوم، والعول عليه وعلى زملائه كثير والأمنيات كثيرة، ويعولون عليك يا مصعب، لا صعب أمامك يا مصعب. الجوير على التنفيذ، أوه أوه نعم، كرة جميلة لكن التدخل في الوقت المناسب من أنطون عوض، والعوض جاي، مرور، هيا داخل منطقة الجزاء، يا ساتر يا ساتر، إلى خارج الملعب، الأولى ما جات، الثانية لم تأتي، الثالثة بحول الله إلى خارج الملعب، ركلة زاوية، ضغط يتواصل من أجل العودة، من أجل الفرحة، من أجل الهدف، لكنها ركلة زاوية الآن بالرأس وإلى خارج الملعب، وإلى خارج الملعب. ما الذي يحدث؟ شوف الرأسية الجميلة والارتقاء من برناوي وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، ركلة مرمى، يجي يجي أمامي الآن عبد العزيز فرج، الفرج خلاص، تعود من جديد الآن البرناوي، وصالح صالح صالح برناوي، خطأ لصالح، التدخل كان من عارف الحاج، وخطأ لصالح الأخضر، خطأ لصالح الأخضر، كرة الآن إلى صهيب الزيد، صهيب إلى صالح برناوي، نقل الآن لعبد العزيز الفرج على جهة اليمنى عبد العزيز، لكن التغطية هنا وإلى خارج الملعب، رمية تماس للمنتخب الأردني، رمية تماس، المنتخب الأردني، حكم المباراة يرجع الكرة مكانها السليم، تنفذ، خلاص، تعود إلى مروان، هيا الآن إلى مصعب، مصعب يحاول استحواذ، دوران، يعود للخلف إلى صالح، برناوي صالح في وسط الملعب إلى مصعب، تحضير، بداية، نقلة إلى النمر، تعود إلى يونس، يعمل له دوران يونس، استحواذ على الكرة إلى مصعب، بناية، تحضير، محاولة الآن إلى جول، محاولة الآن جميلة وداخل منطقة الجزاء، لا زالت فيها خطورة، الأمور يصل الآن، بدأ منتخبنا أكثر حال، لكن الأمور حتى الآن إلى صهيب، محاولة الآن على مصعب على الجهة اليسرى، ومصعب كرة تخلص الآن، تعود من جديد مرتدة سريعة إلى المنتخب الأردني، خلص
عرفات الحاج فرج صهيب إلى عبد العزيز الفرج الآن. عبد العزيز يبدأ على اليسار، استعجال شوية عبد العزيز استعجل، كان بالإمكان أفضل مما كان. كرة الآن لصالح المنتخب الأردني، صهيب اللي بدأ شوية يتحرك بشكل جدي وفعلي في وسط الملعب. كرة عرفات، خلص مرور دريز، سيف درويش بشكل جيد، صافرة وخطأ لدرويش، لسيف درويش. خطأ لصالح سيف درويش وبالتالي للمنتخب الأردني قريب من منتصف الملعب. دانيال عفانة، عمر صلاح، شوف تغيير المراكز ما بين لاعبين المنتخب الأردني بشكل جيد. صهيب نقل الآن إلى نمر مشاري، محاولة استمرارية الآن إلى مروان، نقلة يا مروان، هي يا مروان، الله، أوه مروان، ضاعت يا مروان، لكن اللعبة في غاية الروعة، أخذ دوران ولعب كرة، لكن ردة فعل عوض، ردة فعل طول جيدة جدا. محاولة الآن للمنتخب الأردني، سيف درويش يحاول إلى عمر، إلى بكر، خلص من أمام بكر، تعود مرة أخرى للمنتخب الأردني، محاولة صافرة وخطأ، صافرة وخطأ، صافرة وخطأ، خطأ لصالح المنتخب الأردني. شوف التدخل كان من يونس الشنقيطي، اهدى شوية يا يونس، عندك بطاقة صفراء. جانب من الجماهير الأردنية، خطأ لصالح المنتخب الأردني، 3 دقائق، التوجيهات تستمر من أسامة. كرة ثابتة قادمة للمنتخب الأردني، الوقت بدل الضايع، 3 دقائق، المحتسبة من الدولي القطري على التنفيذ الآن، تنفذ وإلى خارج الملعب، عدت إلى خارج الملعب، ركلة زاوية أو ركلة مرمى. شوف تنفذ الآن، صالح برناوي نقلة باتجاه مشاري، النمر إلى عبد الكريم دارسي، خاطئة الآن، صافرة وخطأ، كرة الآن سالم إلى مروان الصحفي وإلى خارج الملعب. ركلة مرمى للمنتخب الأردني، ركلة مرمى للمنتخب الأردني، آخر نصف دقيقة على نهاية شوط المباراة الأول، المنتخب الأردني يتقدم بهدف، لا شيء، الأخضر سجل في الدقيقة 16 عن طريق مهاجم بكر كلبونة، خلص الآن، مرتد الآن إلى صهيب، إلى مروان، صحفي يحاول إلى سالم داخل منطقة الجزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء،
كل شيء من أجل كل شيء. شوف هنا التعثر وهنا التدخل والخطأ وركلة جزاء، التدخل من عرفات الحاج مصعب، ما في شيء صعب يا مصعب. جوير مصعب، أوه لا زالت، يا ساتر يا ساتر يا ساتر. مع هذه اللحظات أيها السيدات والسادة مشاهدينا، يطلق حكم المباراة الدولي القطري عبد الهادي الرويلي صافرة معلنة نهاية شوط المباراة الأول مع إضاعة المنتخب لركلة الجزاء مع هذه الثواني. معليش يا مصعب، شوط أول ينتهي، شوط أوفى بكل شيء ومن المنتخبين. الجمهور الكريم، إلى أن نلقاكم مباراة في شوط المباراة الثاني. صفر السعودية. إلى اللقاء. The fans and supporters. The half time score is Jordan 1 Saudi Arabia 0.
المواجهة التي تجمع المنتخب السعودي بالمنتخب الأردني في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة. الشوط الأول لينتهي لصالح المنتخب الأردني بتقدم المنتخب الأردني بهدف مقابل لا شيء، سجل في الدقيقة 16 من زمن الشوط عن طريق لاعبه بكر كلبونة. حاول بعدها الأخضر وسمحته الفرصة أكثر من مناسبة إلى أن تحصل على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، لكن أيضا يتقدم لها مصعب الجوير وينجح أنطون عوض في التصدي لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الأردني بهدف مقابل لا شيء. جانب من الجماهير الأردنية، شوط آخر 45 دقيقة، البديل ليس للأخضر سوى أن يعود لأجواء المباراة بهدف التعادل. أولا ضربة البداية الآن الأسماء، لم يتم تغيير أي يجري أي كلا من أي كلا المنتخبين أي تغيير. محاولة الآن للمنتخب الأردني، محاولة المرور داخل منطقة الجزاء، حاول تتخلص تعود من جديد إلى مشاري النمر وإلى خارج الملعب. رمية تماس عبد الكريم دارسي، محاولة المرور لكنها تتخلص من مهند طه. نقلة الآن داخل منطقة الجزاء، كلبونة هيا إلى سيف درويش، ولكن أيضا صافرة وخطأ، خطأ لصالح الأخضر. كرة له إلى صهيب للخلف، مبارك الراجح، صالح برناوي، نقلة الآن طويلة إلى مروان لكنها بعيدة على مروان الصحفي، بعيدة على مروان، تصل سهلة لحارس المنتخب الأردني. كرة الآن للمنتخب الأردني في وسط الملعب، دانيال لعامر جاموس أمامية إلى خارج الملعب من عرفات الحاج. تماس للمنتخب الأردني، أو خطأ للمنتخب الأردني. للخلف عرفات الحاج، كرة الآن مقطوعة إلى مصعب جوير، خاطئ أيضا من مصعب، الكرة تتخلص الآن تعود من جديد على الجهة اليسرى. محاولة الآن للمنتخب الأردني، تقدم على الجهة اليسرى، مهند أبو طه يحاول المرور لا ينجح، تدخل وإلى خارج الملعب ركلة مرمى، إلى خارج الملعب. إلى خارج الملعب، شوف ركلة مرمى، ربما اللي يعني مصعب استحواذ على الكرة، تقدم يوقف على كرة مصعب، نقلة باتجاه مروان إلى سالم النجدي، مصعب يونس الشنقيطي، صالح برناوي، نقلة الآن جميلة إلى عبد الكريم دارسي، هيا كرة وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب.
إلى خارج الملعب، تنفذ الآن محاولة رمي التماس، رمي التماس للمنتخب الأردني تنفذ، عامر جاموس للخلف، عرفات الحاج على جهة اليسرى، فمهند أبو طه، مهند الآن نقلات خلاص، تعود عبد العزيز الفرج الآن يبدأ إلى مصعب، إلى صهيب، دوران لمصعب، هناك إلى عبد العزيز، نقلة لا استعجال تتخلص. بكر كلبونا، عبد العزيز الفرج، يونس الشنقيطي، مصعب خلاص، تعود من جديد، صهيب يحاول نقله، النمر، واستمرارية اللعب، استمرارية اللعب من أمام مشاري، النمر تحصل على فرصة لكن التدخل هنا والإبعاد، شوف خلينا نشوف، خلينا نشوف، من هنا ليست واضحة، من هنا أوضح ربما، لكن المشاهد هو من يحكم، هنا الكرة وتتخلص. صالح برناوي اللاعب الأصغر في البطولة، محاولة الآن للأخضر يحاول لكنها تتخلص من أمام المشاري، النمر تعود من جديد، المنتخب الأردني باتجاه درويش بالرأس، شنقيطي يونس، نقلة الآن إلى مروان حكمي، المنتخب الأردني واقع على الأرض، بالسلامة لمروان، بالسلامة لمروان، ركلة جزاء قادمة، ركلة جزاء قادمة، شوف اللعبة الجميلة والتحرك الأجمل من مروان، لكن التدخل هنا أتى من أنطون عوض، وركلة جزاء، ركلة جزاء، نقاش، بطاقة صفراء، بطاقة صفراء لينطون عوض، توجيهات، شوف تحت 23 سنة يحتاجون لتوجيه، نعم، ولفهم القانون بالكامل، بطاقة صفراء لحارس المنتخب الأردني الدولي القطري عبد الهادي الرويلي، هذه الجماهير التي لا زالت تؤازر وتمني النفس، من سيف درويش ونقاش مع صهيب، من سيتقدم ومن سينفذ من أجل العودة، من أجل الاستمرار، ومن أجل الفرحة يا عبد العزيز الفرج، ومن أجل الفرج يا عزوز عبد العزيز، وهنا انطون عوض في مرماه، وعبد العزيز يتقدم ينتظر، نظرات كلها ثقة ونظرات بإذن الله بأن تأتي الأمور، ويعود الأخضر، ركلة
ركلة جزاء عند عبد العزيز الفرج، هو من يتقدم وهو من سينفذ. وجها لوجه عزوز، تكفى يا عزوز، تكفى يا عزوز، تكفى يا عزوز. جول الفرج من عزوز. عبد العزيز الفرج هو من يأتي بالفرج وهدف التعادل للأخضر هنا من ملعب النموذجي بالأحساء بالواحة الخضراء. الأخضر يعود مع خضار نخيل الأحساء وطبيعتها الخلابة وطيبة سكانها. الأخضر يعود من ركلة جزاء سجلها عبد العزيز الفرج. عزوز يأتي بالهدف الأول وهدف التعادل. حطها حطها سلام، حطها سلام سلام يا عوض. سجله اللاعب رقم 14 عبد العزيز الفرج. واحد واحد سعودي واحد 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 واحد. لا عبد العزيز الفرج واحد واحد. محاولة الآن مروان الصحفي، الآن مروان وسط تشجيع لزملائه لسه البداية، ومحاولة الآن للمنتخب الأردني تعود من جديد. أسامة بالرأس، في وسط الملعب مصعب عزوز إلى عبد الكريم دارسي، يمر من الأول والثاني يتباطى. محاولة الآن إلى صهيب، عودة من جديد إلى سالم، سالم إلى مروان وسط الملعب، يبحثون إلى مصعب إلى صهيب، يحاول يازال النمر، مقطوعة مرتدة سريعة. عودة من جديد إلى المنتخب الأردني، إلى بكر صاحب هدف الأردن، صاحب المنتخب الهدف المنتخب الأردني بكر. ما خلصت، تعود من جديد الآن، لا زالت وتتخلص. خلصت كرة الآن إلى مبارك، إلى مبارك الراجح، مبارك ينجح، مبارك ينجح الراجح إلى النمر. جوي مصعب يونس الشنقيطي إلى مشاري، نمر إلى صهيب إلى مصعب من جديد، هتخذ نقلة هناك إلى عبد الكريم دارسي، عكريم يمر، كريم عبد الكريم يمر وإلى خارج الملعب ركلة زاوية، إلى خارج الملعب ركلة زاوية للمنتخب السعودي. على يسار أنطون عوض، على يسار أنطون عوض، ركلة زاوية للأخضر تنفذ الآن وبالرأس تبعد، لا زالت الكرة المبادرة لدى الأخضر إلى عبد الكريم. محاولة الآن يمر، لا يمر وتتخلص بشكل جيد من مهند، مرتدة سريعة الآن هناك على الجهة اليسرى لصالح المنتخب الأردني، للأردني عمار، عمار لا زالت لدى عمار في وسط الملعب لصالح العودة من جديد. دانيال عفان، عمر صلاح، عامر جاموس، عامر محاولة لعامر إلى خارج الملعب، رمية تماس واقع على الأرض بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة لسيف درويش. الأردن الفريق والمنتخب اللي ليس بالسهولة أن يستسلم أو أن يخسر. يا رب 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 يا
خطأ لصالح المنتخب الأردني الآن. عارف الحاج على التنفيذ، وأسامة عارف ينفذ الآن بالرأس، دخول وكرة عدت إلى خارج الملعب. إلى خارج الملعب. صالح برناوي أصغر لاعب في البطولة، تحدث بأن هذا اللي يعني شوف لاعبي منتخبنا هم الأصغر في البطولة من ضمن المنتخبات عمراً، هم الأصغر. المنتخب اللي استحدث ليشارك في هذه البطولة ليصبح أصغر المنتخبات. إلى خارج الملعب مشاركة اللي يشرف عليه المدرب البرازيلي ماركوس سواريز، شارك جانب من الجماهير، هو شارك في دورة الألعاب العربية في الجزائر يوليو الماضي بمنتخب 19 عام، واستطاع أن يحقق الميدالية الذهبية بلاعبين أصغر عمرا من المنتخبات الموجودة آنذاك، وبالتالي هو أيضا سيكون تحت المجهر للمنتخب ومدرب المنتخب الوطني سعد الشهري للمشاركة القادمة للاستفادة من أي لاعب يكون إضافة للمنتخب القادم تحت سن 23 بعد العيد إن شاء الله. محاولة الشهر القادم مرور بدأ المنتخب الأردني، محاولة الآن إلى سيف درويش، سيف درويش عودة من جديد إلى وسط الملعب، التحضير والبداية، دوران الآن، محاولة الآن للمنتخب الأردني، كبودة محاولة خلص إلى خارج الملعب. منتخب الأردن خطر، المنتخب الأردني يصل بكرة لكنها عدت، وهنا الفرج خلص في الوقت المناسب. إلى خارج الملعب، ركلة زاوية عرفات، كرة الآن خلص تعود إلى عبد العزيز، الفرج الآن مرتدة للأخضر، محاولة عن طريق الجهة اليمنى، استعجل كان بالإمكان أفضل مما كان. كرة له سالم النجدي، يعرف هذا الملعب جيدا، يعرف هذا الملعب جيدا، لاعب نادي الفتح والذي يلعب في الفريق الأول في دوري روشن والبطاقة الصفراء. هذا مكانك يا سالم، هذا محلك يا سالم. خطأ بالسلامة يا سالم، سالم يا سالم، خطأ للمنتخب الأخضر السعودي والبطاقة الصفراء ل18، البطاقة الصفراء لعارف الحاج أصفر. خطأ لصالح الأخضر، كرة ثابتة قادمة للأخضر، شوف التدخل في الكرة الماضية، والخطأ الآن للأخضر الآن، محاولة الأخضر الآن للتقدم وللتسجيل، تسدد أوه خلص، خلص أنطون عوض، أنطون عوض لازال صامد في مرماه، لا زال اتخلصت إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. ركلة زاوية الآن مصعب على التنفيذ، يتقدم الراجح صالح، الراجح في تقدم الآن ينفذ كرة بالكعب لكنها تعود إلى مصعب من جديد، محاولة الآن ولا زالت الكرة في أرضية الملعب للخلف إلى سالم، سالم هناك إلى عبد العزيز الفرج، الفرج على اليمين، محاولة إلى فيصل، إلى دارسي، إلى كريم، إلى عبد العزيز، نقلة لكنها تتخلص، مرتدة سريعة الآن، مرتدة سريعة إلى كلبونة، يا سلام يا برناوي خلصها لكنها لا زالت تعود من جديد إلى درويش، إلى درويش، سيف درويش،
سالم إلى خارج الملعب. إلى خارج الملعب. تغيير أول أوراق الأردني عبد الله أبو زم. 10 يقادر 20. عشرة يقادر وسيم الريالات والبديل 20. وسيم الريالات. رزق. رزق بن هاني. محاولة الآن مرور النمر خلص من أمام مشاري. تعود من جديد إلى مشاري. محاولة الآن تتخلص إلى أنطون عمر عوض للبديل الآن اللي محاولة كريم عبد الكريم دارسي. يا سلام مقطوع الآن. تعود من جديد على جهة اليمنى. محاولة وتتخلص إلى خارج الملعب. إلى خارج الملعب. تغييرين الآن للأخضر الشاب. للأخضر الشاب الآن 19 و11 19 و11 19. من يزيد جوشان و11 نواف السهلي. من يقادر؟ عبد الكريم دارسي. ومن يقادر ايضا؟ مشاري النمر. ما قصرت، ما قصرت يا عبد الكريم، ما قصرت يا عبد الكريم. هناك ايضا مشاري. ركلة زاوية الان، ركلة زاوية للاخضر. على التنفيذ الآن تنفذ. تبعد، لا زالت فيها خطورة. محاولة الآن تعود من جديد. تظهر داخل منطقة الجزاء. نقلة إلى مروان لكنها تتخلص. إلى سالم. سالم النجدي. سالم إلى من يا سالم؟ إلى يونس. إلى مروان. معك يونس. مروان مر من الأول. مروان يبحث. نقلة مروان. هي يا مروان. هي يا يا سلام. يا سلام أخذ الكرة. يا سلام. لكن تألق أنطول عوض. مصعب من جديد لكن يرغب في أن يعوض، يرغب في تعويض. ما فات، لكن الأمور الآن للأردني. محاولة نقلة داخل منطقة الجزاء تتخلص. حذاري من الاندفاع. يزيد جوشان حذاري من الاندفاع. حذاري من الاندفاع. تأمين الخطوط الدفاعية شيء مهم. رمي التماس. رمي التماس. للمنتخب الأردني الآن. محاولة سالم بشكل رائع. سالم النجري لا زال يحتفظ بالكرة للخلف. يعود بالكرة لصالح الراجح. مبارك
أصعب. إلى صهيب، إلى مروان، مروان، لكن الكرة تتخلص، تتخلص بشكل جيد من عرفات الحاج وإلى خارج الملعب. كرة الآن للمنتخب الأردني، تدخل. هذا البرازيلي ماركوس سواريت بكل تأكيد يقود هذا المنتخب الأصغر عمرا في هذه البطولة، والفوارق واضحة حتى البدنية، والفوارق الجسمانية أيضا عفوا واضحة. كرة لعبد العزيز الآن، هي كرة داخل منطقة الجزاء، لا زالت الخطورة الآن غائبة، تتهيأ وتمر، تتخلص الآن، تعود للمنتخب الأردني، تعود للأردني الآن، المنتخب الأردني على الجهة اليمنى، للخلف من عامر جاموس، لحارس مرمى أنطون عوض، أنطون أمامية، وإلى خارج الملعب. إلى خارج الملعب. توجيهات على ما يبدو هنا تقريرين دفعة واحدة. إيقاف اللعب. و11 يستعدون. لحارس المنتخب الأردني، تدخل الآن، محاولة ليزيد، يتحصل على الكرة يزيد جوشان لاعب نادي الفيصلي يلعب الفريق الأول، محاولة الآن، تعثر من مصعب، تعود مرتدة، حذاري من المرتدة، سريع الآن، وتغطية رائعة من برناوي، عيني عليك برناوي، الأصغر برناوي في السن لكنه العقل الأكبر حتى الآن، محاولة الآن، تقطوعة تعود من جديد لصالح المنتخب الأردني، رزق بني هاني، رزق اللاعب البديل يحاول، والتغطية مع عبد العزيز، رزق وتسديدة. هل الكرة هذه تنبئ عن شيء قادم؟ الله أعلم. هل الفرصة الضائعة تنبئ عن شيء قادم؟ الله أعلم. ربما تنبئ عن شيء قادم. مو مصدق ولا احنا ما صدقنا. 15 علي العزايزة وبشار الذيبات، 11 18 يقادر عارف الحاج، من أضاع الفرصة التي ربما، وهناك أيضا سيف درويش 14 يقادر، التي ربما يقول المشاهد هذه لا تضيع. ركلة مرمى،
substitution for Georgia, player number 18, Arif Al-Haj, replaced by player number 15, Ali Al-Azaiza. Ali Al-Azaiza and Bashar ينزلون لأرضية الملعب، وهناك عارف الحاج وسيف درويش غادروا محاولة. الآن بدأ ينشط المنتخب الأردني لاعبوه بعد التغييرات عن طريق الجهة اليسرى، لكن الكرة إلى خارج الملعب. بدأ هناك يشكل خطورة. شوف هذا اللاعب اللي نزل، هذا صالح، كرة أمامية بالرأس للخلف، مقطوعة من يزيد إلى مصعب إلى مروان صحفي. مروان مروان يحاول الآن إلى صهيب، تسديدة تصطدم، تعود من جديد للمنتخب الأردني. الآن خطورة مرتدة، نقلة السهل، بعيدة بعيدة، أقرب لعبد العزيز، أقرب لعبد العزيز، فرج إلى صالح، مبارك الراجح إلى مبارك من جديد، طويلة الآن، تتخلص من عامر جاموس، محاولة الآن، مرور من بشار، خلص، وأمامية إلى السهلي. الآن نواف مرتد، الآن يسيطر عليه نواف من جديد، عودة للخلف إلى سالم، سالم النجدي، طويلة بكل هدوء، نواف إلى خارج الملعب. 8 و16، عبد الله الزيد 8، فيصل الأسمري 16، من سيقادر؟ 10 مصعب، لجوير مصعب، ما قصرت يا مصعب. ومروان الصحفي ايضا يقادر، ما قصرت يا مروان. تغييرين، عبد الله، كرة للخلف الان، دانيال عفانة، عرفات الحاج، إلى عرفات في وسط الملعب، عمر صلاح، عامر جاموس، سريعة سهلة، أسامة، نقلة الآن بالرأس، تصل إلى بطاقة، بطاقة صفراء لـ15، علي العزايز اللاعب اللي نزل، أصفر، للخلف، محاولة الآن للخلف للمنتخب الأردني. هدأت المباراة نوعا ما، هدأ المنتخبين، تخلص الآن، محاولة الآن، صهيب يتقدم، صهيب محاولة نقلة رأسية، تتخلص في الوقت المناسب، كرة من صهيب جميلة، لكن أيضا التغطية الدفاعية للمنتخب الأردني كانت حاضرة في الكرة الماضية. رمي الآن
نقلة هناك على الجهة اليسرى للمنتخب الأردني، محاولة لرزق تخلص في وسط الملعب، اللاعب اللي نزل بشار، الذيابات بشار إلى رزق بن هاني، رزق بن هاني رزق يحاول في وسط الملعب، صلاح عمر، صلاح عمر للخلف، دانيال عمر، عامر جاموس، لعامر من جديد، خلف عرفات الحاج، دانيال عفانة على لمهند أبو طه، لرزق بن هاني، للخلف عمر، صلاح بشار، الذيابات بشار، نقل الآن على جهة اليمنى منتخب الأردني، عامر جاموس بدأ في محاولة الاستحواذ بالكرة أكثر وقت ممكن وبالتالي الوصول، محاولة وهنا ركلة مرمى الآن تنفذ، العم برناوي، سالم النجدي، نقلة الآن بالرأس، نواف سالي الآن يتحصل على الكرة إلى يزيد، يزيد في الجهة اليمنى، يزيد جوشان إلى عبد العزيز الفرج، نقلة ومحاولة ومرت، مرت من أمام رأسية النواف، تعود من جديد الآن المنتخب الأردني بعيدة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. تغيير الآن، تغييرين دفعة واحدة، 17 مالك، علان، و26 أحمد السلمان، عمر، صلاح يقادر، 13 و21 صاحب هدف المنتخب الأردني بكر كلبونة، نقل الآن ليزيد، يزيد الآن محاولة للأخضر، نقلة تتخلص، تتخلص في وسط الملعب، وسط الملعب، علي مبارك الراجح، سالم إلى صهيب للخلف، نقلة الآن باتجاه عبد الله الزين، تصل لحارس المرمى،
تصل لحارس المرمى. قل رتم أداء المباراة. ساد الحذر على الدقائق الماضية والقادمة ربما، مما يزيد الضغط النفسي على المنتخبين، خاصة بأن إذا ما علمنا بأعمار اللاعبين وقلة خبرتهم في هذه المشاركات. بدأ الحذر يسود. على حساب أن النظام خروج المغلوب، وبالتالي يزيد الضغط شوية، يأخذ الحذر، الخوف، القلق، الخبرة لها دور. كرة الآن إلى خارج الملعب. رمية تماس للمنتخب الأردني تنفذ إلى خارج الملعب. كرة الآن محاولة منتخب الأردني. محمد بشار في وسط الملعب، المر خلاص إلى نواف، مرتدة الآن إلى نواف، سالي كرة الآن، سالي نواف يتباطأ شوية، تغطية، لا زالت الكرة لدى نواف، لكن الكرة تتخلص الآن من عفانة، تتخلص من دانيال، دانيال والكرة إلى خارج الملعب ركلة مرمى. كان بالإمكان سهلي نواف، كان بالإمكان. شوف إلى خارج الملعب. المنتخب الأردني إلى وسط الملعب الآن من جديد، هناك خلص على جهة اليمنى. يحاول المنتخب الأردني داخل منطقة الجزاء، تتهيأ من جديد، لا زالت فيها خطورة، تتحول، تعود إلى الرأس، وبالرأس مرت بسلام، بالرأس ومرت بسلام، مرت بسلام. تصل في أحضان أسامة. خارج الملعب. محاولة الآن عودة لأنطون عوض. تعادل حتى الآن، لا تعادل في هذه المواجهة.
الفرص الآن تعود من جديد على الجهة اليسرى لصالح المنتخب الأردني، وكرة لا زالت فيها خطورة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. إلى خارج الملعب، عدت مرت بسلام. مرت بسلام جانب من الجماهير الأردنية. نلعب في آخر دقيقة، نذهب لركلات الترجيح. خمس دقائق وقت بدل. نعم نلعب في الخمس دقائق المحتسبة الآن من الدولي القطري عبد الهادي الرويلي عن خمس دقائق، هذا هدف التعديل. سنذهب لركلات الترجيح مباشرة إذا ما تعادل الفريقين. لا تعادل هنا، فرحة الجماهير الحاضرة، لا تعادل في مباراة اليوم. الوقت المحتسب تقديري بدل ضايع من قبل الدولي القطري. الخمس دقائق الصعبة، الخمس دقائق التي ربما يسعى كلا المنتخبين بأن لا يجازف فيما تبقى. محاولة الآن، نقلة أمامية إلى داخل منطقة الجزاء، محاولة للمنتخب الأردني، عودة من جديد، يحاولون، لا يستسلمون، لا يرغبون، يأملون في النهاية، لكن الأمور الآن تأتي لنواف. محاولة صهيب إلى يزيد على جهة اليمنى، يزيد يحاول نقلة وبالرأس خلصها. أوه يا صهيب، أوه يا صهيب، كان بالإمكان، أفضل مما كان يا صهيب. إلى خارج الملعب، شوف كان بالإمكان يا صهيب، أفضل مما كان، لكن الكرة وإلى خارج الملعب. شوف والله هذه، شوف شوف شوف، ما أدري. نقلة الآن أمامية، خلاص بارك الراجح، رمية التماس. الدقيقتين المتبقية من الوقت المحتسب الإضافي، المنتخب الأولمبي في محاولة الآن ما بين المنتخبين. المنتخب الأخضر يتفوق في اللقاءات التاريخية، محاولة الآن تتخلص، تعود نواف يخلصها، وصهيب لا زالت الكرة فيها خطورة، ومحاولة والتسديدة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. التقى المنتخبين عام 2021 على نهائي هذه البطولة في الدمام في مدينة الأمير محمد بن فهد، ملعب الأمير محمد بن فهد.
انتهت للأردن 3-1. 20-21 اللي حققها الأردن، 20-22 حققت السعودية، 20-23 المنتخب العراقي. هذه آخر ثلاث نسخ، آخر ثلاث نسخ. بالراس نواف سهلي، رمية تماس للأخضر منتخب السعودي، صهيب خلص الآن، تعود من جديد، نقلة طويلة بالراس تتهيأ لبشار، محاولة الآن منتخب الأردني لا يتقدم، وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. معها مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، يطلق الدولي عبد الهادي رويني صافرة معلنة نهاية شوط المباراة الثانية وليس المباراة. الشوط الثاني ينتهي منتخب الأردن 1 منتخب السعودية بالتعادل 1-1. استراحة قصيرة ونذهب لركلات الترجيح وركلات الحظ. نظراً لنتيجة المباراة النهائية، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز.
مشاهدينا ومتابعينا إلى ركلات الترجيح وركلات الحظ. هنا الآن يأتي دور حراس المنتخبين. نعم لو تحدثنا نعم عن أسامة حارس منتخبنا. المرمش وهناك حارس المنتخب الأردني أنطون عوض لصد ركلة جزاء أثناء المباراة، وبالتالي نجم المنتخب الأردني أحد نجوم هذه المباراة بكل أمانة أنطون عوض، لكن أسامة يبغى بإذن الله العلامات الفارقة. الضربة الأولى ستكون، هنا التعليمات من الدولي القطري عبد الهادي الرويلي صاحب 30 سنة من قطر، الدولي من عام 2020. ضربة الترجيح الأولى ستكون للمنتخب الأردني، وسيتقدم لها 6 مهند أبو طه وأسامة. أسامة ينتظر، ومهند أبو طه يتقدم للركلة الأولى. المنتخب الأردني يبدأ بمهند أبو طه صاحب القميص رقم 6 وأسامة. أسامة المرمش، أسامة توجه لوجه مهند وأسامة. ركلة أولى ضايعة. صهيب الزيد يتقدم للركلة الأولى للأخضر. صهيب وانطون عوض، صهيب وانطون وجها لوجه. صهيب وحده جول، هدف. نعم اتسجلت الركلة الأولى. راح يسار وصهيب ذهب بالكرة إلى اليمين. 1 هدف، الركلة الأولى اتسجلت. الركلة الأولى اتسجلت. أسامة من جديد، ومن يتقدم؟ أسامة من جديد ومن يتقدم؟ خلينا نشوف البديل. بشار اللي نزل، بشار الذيبات، بشار الذيبات 11 وأسامة وجها لوجه. أسامة أحد الأسماء، أسامة أحد أسماء الجوارح. أسامة وجها لوجه وبشار جول، سجلها. الركلة الثانية تسجلت. الركلة الثانية للمنتخب الأردني تسجلت. عبد العزيز الفرج من سجل ركلة الجزاء في أثناء المباراة وهدف التعادل. قلنا لك تكفى يا عزوز، وبنقولها لك مرة ثانية، تكفى يا عزوز. يتقدم
سجلها أثناء المباراة وهو غادر. عبد العزيز الفرج يتقدم، عبد العزيز وعبد يا عزوز ضاعت يا عزوز، شوف ضاعت يا عزوز. معليش الركلة الثالثة الآن، الركلة الثالثة لدانيال عفانة أحد الأسماء أو من يقود المنتخب الأردني كقائد ويقود الخط الدفاعي. وأسامة، دانيال وأسامة وجها لوجه، دانيال وأسامة يتقدم الآن عبد الله الزيد اللاعب اللي نزل، عبد الله الزيد وانطون عوا. عبد الله تقدم وانطون، عبد الله يا الله إلى خارج الملعب. ضاعت الثالثة وين وديتها يا عبد الله؟ وين وديت؟ نجيبها من المطير في هذه، نجيبها من المطير في عبد الله. معليش إلى خارج الملعب. الرابعة الآن للمنتخب الأردني، الرابعة للمنتخب الأردني. محمد أبو النادي أبو النادي، لازلنا في الأمور، لازالت الأمور. محمد أبو النادي وأسامة في مرمى محمد أبو النادي، يتقدم للركلة الرابعة وأسامة. محمد أبو النادي وأسامة في مرماه، يلا يا أسامة تقدم. محمد وجها لوجه وأسامة، محمد يتقدم وأسامة. الرابعة للأخضر صالح برناوي، ماني قايل شيء، برناوي اللاعب الأصغر عمرا في البطولة لكنه الأكبر عقلا في مباراة اليوم. برناوي صالح، سلامات يا محمد. محمد مصاب لكن أخو صالح موجود، محمد مصاب لكنه صالح، الله يصلحك يا صالح. نعم أصغر لاعب في البطولة لكنه الأكبر عقلا في مباراة اليوم. لو ضاعت
خلاص تكفى يا أسامة، تكفى يا أسامة، تكفى يا أسامة، تكفى يا أسامة. مبروك مبروك للأخضر، مبروك للأخضر الشاب، حظا أوفر للنشامة، ما قصروا. مبروك للأخضر، ألف مبروك للأخضر الشاب، حظا أوفر للنشامة، حظا أوفر للمنتخب الأردني. لم يقصر، فمنتخب عنيد، منتخب ثقيل باسمه وبأدائه وبحضوره في جميع المحافل الرياضية. ولا ننسى بأنه في عام 2021 أخذ هذه البطولة من أمام المنتخب السعودي في الدمام عندما تفوق عليه ب3-1. لكن الليلة ليلة خضراء مع نخيل الأحساء ومع نخيلها الخضراء ومع الواحة الجميلة. الأخضر يتأهل للمرحلة المقبلة على حساب المنتخب الأردني هنا من ملعب النموذجي. وأتمنى بإذن الله أن يكون فال خير على هذا الملعب وعلى نادي الفتح اللي لم يحقق أي انتصار منذ أن افتتح هذا الملعب. وبالتالي ألف مبروك للأخضر السعودي، حظا أوفر للمنتخب الأردني. الفرحة والجماهير الأحسائية تتوشح وتتلون باللون الأخضر كما هي نخيلها، كما هي أشجارها، كما هي واحتها. تبقى النخلة رمزا للمملكة العربية السعودية، ويبقى هذا الجمهور الوفي الأحسائي الذي حضر من كل مكان في الأحساء. مبروك للأخضر، حظا أوفر للمنتخب الأردني. إلى أن ألقاكم في مباراة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء. Thank you.